ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك ودون ما أي انتقاء مسبق هي تعليمة الرئيس عبد المجيد تبون خلال دراسته للملف الجامعي بمجلس الوزراء أمس، ورغم أنه لم يفصل في التعليمة غير أنها استطاعت أن تثير الكثير من الجدل داخل الوسط الجامعي. هي لم توضح إلى حد الآن، إلا أنه بعض الآراء رجحت إلى أنه إسقاط الملحق الوصفي كشرط أساسي في اجتياز المسابقة بالنسبة للمرور إلى الدكتوراه. إذا الملحق الوصفي صحيح أنه نحن مع إلغائه لأنه طبعا مجحف في حق الكثير من الطلبة. إذا كان المقصود به إلغاء التصنيف هذا A, B, C فلا بأس، يعني فتح المجال للجميع. ومع ذلك فليس هناك في العالم أو في أي منظومة أو في أي مجال مسابقة دون معايير. أمر آخر، هل الدولة الجزائرية مستعدة وقادرة على أن تستقبل مئات الآلاف من الطلبة لإجراء مسابقة وخاصة في هذه الظروف؟ بالنسبة إلى الليسانس والماستر، كيف نقول بأن كل طلبة الليسانس يحق لهم المرور إلى الماستر؟ فلماذا جعلناها مستويين، يعني مستوى الليسانس ومستوى ماستر؟ أما عن ضرورة التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة من الإيواء إلى النقل ومراجعة نظام هذا الأخير لاجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة، فيرى المجتمع الطلابي شيء جميل جدا أن تفتح فيها المنافسة وتفتح فيها المناقصات للحد من الاحتكار والقضاء عليه، أن يحتكر النقل بارونات معينة إلى غير ذلك. هذا شيء جميل نتمنه، ولكن ننبه إلى أمر أن الأساتذة الجامعيين ومغيبون في الخدمات الجامعيه. نثمن هذا القرار، الان على الوزاره انه تسعى او يعني لتنظيم ندوات وطنيه باشراك جميع الفاعلين في القطاع من شركاء اجتماعيين من خبراء من اجل الوصول الى اصلاحات حقيقيه لهذا القطاع. وحنا في منظمه طلاب الجزائر الحره نقترح توجه نحو الدعم المباشر للطالب. قد تكون بعض القرارات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح الجامعة الجزائرية صحية لها، غير أنها تظل هناك قرارات وقضايا لا مجال ولا سبيل لإقحام السياسة فيها، إنما تستلزم فقط معالجتها بطريقة علمية واستشارة الشركاء المعنيين والفاعلين فيها.